يعني مع موازنة العام المالي الجديد النهاردة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب طلعت تقريرها النهائي بشأن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي اللي اعتمدته اللجنة بالفعل. التقرير كشف عن أن الحكومة تسعى لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة زي ما بيقولوا عليها على تعاملات البورصة في موعد أقصاه العام المالي الجديد 2017-2018. التقرير كشف أيضا عن أن الحكومة تنوي الالتزام برفع سعر ضريبة القيمة المضافة ل 14% مع العام المالي الجديد 2017-2018. دكتور فخري الفقي معايا على التليفون، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي. مساء الخير يا دكتور فخري. مساء الخير يا عم، أهلا بيك. أهلا بحضرتك دكتور. يعني هل هذا تلك المساعي اللي بتعملها الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14% هل هي مرتبطة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي كما يتردد؟ بالتأكيد طبعا، يعني منذ شهر يوليو الماضي بداية الموازنة الحالية اللي احنا فيها حاليا 16-17، وقدم للبرلمان بيان الحكومة، وقدم أيضا الخطة الاقتصادية لنفس العام، ثم الموازنة العامة، وكان فيها طبعا كل ده البرلمان وافق على هذه البيان وعلى خطة وعلى الموازنة لعام بالكامل اللي هو اللي احنا فيه حاليا، وكان من ضمن كمان التشريعات اللي هو ضريبة القيمة المضافة اللي وافق عليها البرلمان بأنه في السنة الحالية تبقى 13% وفي العام القادم تبقى 14%، ده للاتفاق البرلمان وممثلي شعب مصر في مجلس النواب. فده طبيعي، وده في إطار أنه الاتفاق مع، طبعا ده منفصل تماما، ده البرلمان موافق على التشريع، لكن هذا التشريع ضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وده برنامج احنا اللي حاطينه في مصر هنا، مصر اللي حطاه، وبرنامج زي ما بنسميه برنامج وضع بيه يعني احتياجاتنا، وعلى أساس ان احنا أدرى باحتياجاتنا في هذه الحالة. ثم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتمويله بال 12 مليار دولار بعد ما مصر بتلتزم بمتطلبات لمصلحة مصر أساسا، مصلحة مصر في نهاية الأمر. وعندما وافق البرلمان على الخطة وبيان الحكومة على الموازنة العامة ثم مؤشرات عن الأعوام القادمة سنتين جايين، هنا بالصندوق بيعتبر ان في اطار ما نسميها موافقه مبدئيه، وفي نفس الوقت بيصاحب هذه الموافقه المبدئيه ما نسميه بخطاب النوايا من قبل الحكومه المصريه انها يعني سوف متفهمه، سوف تفعل المتطلبات، هذه المتطلبات. وفي اطار هذا وافق الصندوق النقد الدولي على القرض، ثم عاد القرض مره ثانيه بعد ما حصلنا على الشريحه الأولى. بيعود الاتفاق مرة تانية بقرض لمجلس النواب للموافقة النهائية على هذا القرض. إذا ما ارتأى مجلس النواب أنه هذا القرض أنه يعني في ما يعوق أو يعني غير دستوري أو هناك شائبة فيها تؤدي إلى الضرر بشعب مصر في هذه الحالة، يستطيع أنه يرفض هذا الاتفاق بقرض. طب وفي هذه الحالة ايه موقف صندوق النقد الدولي يا دكتور؟ ابدا بالعكس، طبعا في هذه الحالة الصندوق يعني يكون طبعا قدم لمصر 3 مليار الا ربع الدفعة الاولى او الشريحة الاولى، مصر هتسددها في المواعيد كأي قرض على الاطلاق بفائدته اللي هي ميسرة، لكن ده يترتب عليه يعني مخاطر قديمة بالنسبة للاقتصاد، لما يعلن قبل صندوق النقد الدولي او مصر ترفض يعني هذا التمويل بقرض للبرنامج، معنى كده ان البرنامج يعني يبقى طبعا بدون تمويل للبرنامج بيفشل البرنامج. نعم. طبعا عواقبه وخيمه في هذه الحاله، لكن مستقبل العلاقه بين صندوق النقد الدولي والحكومه المصريه الان نقدر نقول انه مستقبل جيد. هو طبعا يعني
قبل الدخول في تفاوضات في مفاوضات حول هذا القرض مع صندوق النقد الدولي، في هناك ما نسميه في عرف صندوق النقد الدولي مع اي دوله تطلب قرض من الصندوق لتمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي ما نسميه بالباير اكشنز، او يعني اجراءات مسبقه حتى يتاكد صندوق النقد الدولي ان الحكومه هي تعقد مع الاتفاق قادره على تطبيق هذا البرنامج، وانه تتاكد انه الشارع المصري او يعني الشرائح العريضه من المجتمع سوف تقبل هذه المتطلبات قبل الدخول مع الدوله في برنامج وتمويل هذا البرنامج. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره ومستشار صندوق النقد الدولي، شكرا يا فندم.